السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. صنعاء تسخر من انسحاب الفرقاضة الدنماركية. سخرت سلطة صنعاء من انسحاب الفرقاضة الدنماركية من البحر الأحمر بعد فشلها في سط هجمات صنعاء. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء محمد علي الحوثي في تدوينة له على إكس: رائع. بعد انسحاب مدمرة البيض البريطانية ريتشموند من الأحمر، تنسحب فرقاضة الزبدة الدنماركية إيفر هويتفيلدت أيضا، مضيفا لتبقى قصص البحر الأحمر شاهدة على طغيان دول الاستكبار ضد غزة، ولتسطر لقواتنا المسلحة اليمنية مواقف النصرة والمساندة في وجدان الأحرار بأحرف الإنجازات المشرقة. وكانت وزارة الدفاع الدنماركية أعلنت سحب الفرقاضة إيفر هويتفيلدت من البحر الأحمر بعد تعطل أنظمة الدفاع الجوي والرادارات فيها، ما منعها من اعتراض هجمات قوات صنعاء وعرض طاقمها للخطر، وأثار ذلك غضبا واسعا في الحكومة الدنماركية، قاد إلى إقالة وزير الدفاع. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.